لهفة والفريق العامل معه. احنا ما يخفش علينا الأهمية بتاع المسجد هذا اللي يندرج المسجد الحركية المستدامة، مسجد الحركية العملية المستدامة. أنا في علاقة بين الاستدامة والتعليم، والاستدامة عنصر مع عناصر التعليم، من العناصر المهمة اللي توقع تبان الكاشف والاستدامة على عدة مستويات. إن شاء الله فهمتني المرصد هذا يكون معناها لبنة في انتظار استكمال الدراسة اللي قاعدين نحضروا لها الناس الكل، وهي مثال التنقلات الحضارية لجهة تونس الكبرى لحضارة تونس. يعني إن شاء الله نلتقوا فيها في القريب، إن شاء الله في أقرب في المدة القادمة، واللي إن شاء الله مش تكون معناها دراسة أساسية. ونتصور أن المرصد هذايا مش يكون إحدى مخرجات الدراسة هذيا، ونكونوا إحنا سابقين إضافة إلى عدة معناها إنجازات أخرى إن شاء الله مش نعملوها على غرار رقمنا، دراسة مش نعملوها برقمنا تاع الطرقات الرئيسية والثانوية المتواجدة في إقليم تونس. بدي دراسة إن شاء الله مش تقوا فيها عن قريب. هذه إذا مش تكون من الحاجات اللي مش تساعد على أنه هالميدان هذايا نتاع الحركية، والحركية اللي نحبوها مستدامة، هي تكون معناها منظمة وتكون بصفة تشاركية من جميع الأطراف. بدون إطارة بعد إذنكم نحبكم نستعرض معكم البرنامج. عندنا الجلسة الأولى إن شاء الله مش تكون فيها مديراتور السيد يوسف، وتكون فيها زوج مداخلات، والمداخلة الأولى من قبل المدام إيناس براشل تتعلق بالبرزنتاسيون كونتيك جينيرال دي زوبجيكتيف اي دو لا كونسيستونس دو ليتود، اللي هي تحكي على الجامعية. والمداخلة الثانية مش تكون من طرف سي رفع مراحي بعنوان رابيل دي برانسيبو ريزولتا دو لا بروميير فاز دو ليتود، اللي هي ديجا كما ذكرتكم معناها يكون مدة قدمناها في نفس الصالة، في مش نفس القاعة من في نفس المكان وقت هذا. والحفظ بكان زادا معناها واضحة وشوفنا فيها النتائج نتاع المعلومة. بعد الاستراحة إن شاء الله عندنا جلسة أخرى باش تكون فيها ميديوراتور مدام جيهان غيلوفي، واللي باش نقدموا فيها زوز عناصر اللي هي الكونسيبسيون دو لا باز دوني بعنوان نادية تريدي جيوماتيسيان تابعة لمكتب دراسات جرافيتي اللي يوصل في الدراسات. وعندنا المداخلة الثانية هي سوليسيون تكنيك اي ديماج ادوبتي او ديفلوبمون دو لوبسيرفاتوار تاعنا ديمونستراسيون دو لابليكاسيون، اللي هي معناها براتيكمون لو فيف دو سوجي اللي مش تقدمون مدام خولة رواحي جيوماتيسيان تابعة لمكتب دراسات. والمداخلة الثالثة هي جو بورتاي دو لا جي تي اي تا اكتويال اي بيرسبكتيف. ان شاء الله خاطر الشيء مربوط ببعضه فهمتني. وحنا هذه في وكالة التعمير تونس الكبرى التوشف هذا نتاع الرقمنة ونتاع المعطيات ونتاع المراصد ومعناها البنوك نتاع المعلومات ونحبوها مفتوحة بصفة رقمية على جميع المتخذين مع الوكاله، من جملتهم معناها نجيب فورتاي اللي قاعدين نحضروا فيه كما قلت لكم، كما الرقمنه نتاع الطرقات، وكما المثال اللي نعملوا فيه التنقلات الحضاريه. دونك لاترفونسي محمد البقاتي اللي هو اناليز ميراج ديريكتور لا جي تي. ان شاء الله الجلسه الثانيه هذه تكون مشروعه نقاش، وبعد عندنا تقرير اللي باش يحضرونا ان شاء الله السيده فتحيه بربيرو والسيده هاله الاولي، ان شاء الله يحضرونا معنا التقرير في اهم مخرجات الدراسه هذه.
ومباشرة كما تروش كان أدعو السيد يوسف قوبا وفريق الأولاني اللي مش يحضر معها وهي مدام إينيس براشن ورفع مراحي إلى المنصة معناها تقديم تفضل بدا مسلم. Thank you.